السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل متابعين قناة الأستاذة مزين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. تلاميذي السنة الرابعة متوسط، إن شاء الله تكونوا بخير وما بداكمش ستريس تاع إنه البيام راح قرب. اللي يكون محضر ومجد روحه مليح ما كاين والو، امتحان عادي راح يكون عادي ويكون في متناول التلميذ المتوسط الممتاز يجيب وبزيادة إن شاء الله. فقط حبيت نبه بعض النقاط الهامة اللي راح تسهل عليكم عملية الحفظ. على بالي بلي مادة التاريخ والجغرافيا في الشهر الأخير تعتبر هي الهاجز بالنسبة للتلميذ، لأنه تشوف بلي الكراس تاعك معمر تاريخ جغرافيا مدنية قائمة الشخصيات قائمة المصطلحات، تشوف فيهم كامل تفشل. حاجة ما تفشلك وليدي العزيز، شوف معايا الشخصيات التاريخية اللي راهي تروج في صفحات على الفيسبوك اللي راهي كثيرة، تلقى الشخصيات أنا ديفوا نقول سبحان الله بلك ما عنده حتى علاقة بالتعليم ولا عمره إذا صحح للشهادة ويدير ترويج الشخصيات كما هذه. شوف معايا وليدي العزيز فيما يخص الشخصيات التاريخية، أولا عمرهم إذا مدوا شخصية تاريخية وقال لك عرفها لي، هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية، احنا بكم بلي الشخصيات التاريخية علاش نمدوهم؟ نخافوا فقط في دراسة وثيقة تاريخية كيقول لك عرف بصاحب الوثيقة. تعرف بصاحب الوثيقة الآن أنا يا المنهجية ولا الشخصية اللي لازم تكون تعرفها تكون عندك عليها معلومة واحدة ولا زوج وتكفيك، هذا ما كان معناتها. شوفوا معايا مليح، نعطيك مثال هنايا، الداي حسين هو آخر دايات الجزائر العثمانيين، هاي لك المعلومة الأولى مديتها. وقع معاهدة الاستسلام في 5 جويلية 1830، هذا المصطلح بلا ما تحفظوا هالمعلومات ديجا تطرقنا لها في الدرس، بصح انت كنت تعرف وقت تدير علامة كاملة. ما نزيدش نلقى تلميذ يحفظ لي شخصية تاريخية يقول لك وكتاش زاد وكتاش مات ويهضر عليه نبذة عن حياته، مسقط رأسه وفاته، والله العلي العظيم حتى وتكون حافظ يلحق الامتحان تنسى. كيفاش الكم الهائل من هذه التواريخ ما تزيدش على عمرك اللي فيك يكفيك من الحفظة. نروحوا للأمير عبد القادر، هو ما تقدر هنا يشوفه مكتوب هو عبد القادر ابن محي الدين، ولا نقدر نقول قائد المقاومة المسلحة في الغرب الجزائري ضد فرنسا، تدي العلامة الكاملة تاعك. هذا وش يهمني؟ بولينياك اسمه الكامل جو دي بولينياك، سياسي فرنسي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد ملك شارل العاشر. نقد ما نقولش كامل، هذا اسمه الكامل جودي بولينياك سياسي فرنسي، نقدر هذه كامل تشوفوا فيها راني هاني استمسحتها، ها رئيس الوزراء في عهد الملك شار العاشر، علامة كاملة، واحد ما يديلك النقطة تاعك. ديبرمون كان جنرالا في جيش نابليون بونابرت، عينه شارل العاشر وزير الحربية وقائد الحملة الفرنسية، نقدر كيف هذه جنرال نابليون بونابرت عينه شارل العاشر، هاي ديك نقدر نقول ديبرمون وزير الحربية قائد الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830 في عهد شارل العاشر. كيف الجنرال بيجو اسمه الكامل توماس روبرت بيجو، هاي نحيد الاسم الكامل، قائد الوحدات الفرنسية بمقاطعة وهران، عين حاكما عاما للجزائر ما بين 1840-1847، اشتهر بالعنف والإبادة ضد الجزائريين. الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر مؤسس الحركة الإصلاحية والسياسية في الجزائر، تعريف بسيط،
مصالي الحج. تبعوا معايا؟ قلت أحمد مصالي الحج، ولا مصالي الحج، زعيم التيار الثوري، أسس حزب نجم شمال إفريقيا 1926، وبعد حل هذا الحزب أسس حزب الشعب الجزائري 1937. هذه المعلومات كامل على مصالي الحاج رانا خذيناها في الدرس. نروح إلى عبد الحميد ابن باديس، رائد النهضة الإسلامية في الجزائر، مؤسس جمعية علماء المسلمين 5 ماي 1931. أكيد على بالكم كامل بهذه الجمعية اللي أسسها. معلومة بسيطة، محمد البشير الإبراهيمي أحد أبرز علماء الجزائر، تولى رئاسة جمعية العلماء بعد وفاة رفيق دربه بن باديس. احنا قلنا باللي عبد الحميد بن باديس كي مات شكون خلفه؟ البشير إبراهيمي. الآن نروح إلى رابح بيطاط، محمد بوضياف، زيغود يوسف، العربي بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، كريم بالقاسم. هادو كامل نقدر نقول تعريف تحهم واحد، نعطيكم تعريف موحد في ستة فيهم، نقول هما من مفجري الثورة التحريرية. نعطيكم مثال، رابح بيطاط عضوا مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل، مفجري الثورة هكذا. محمد بوضياف ناضل في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم مسؤولا في المنظمة الخاصة، ثم مهندس للثورة. زيغود يوسف أحد منخرطين في الحزب الشعب وقائد هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955. العربي بن مهيدي أحد مناضلي الثورة ولا مفجري الثورة، وقائد المنطقة العسكرية 5 وهران. مصطفى بن بولعيد من مهندسي الثورة، قائد المنطقة العسكرية 1، استشهد يوم 22 مارس 1956. نقدر نحي حتى هذا الاستشهاد. كريم بالقاسم من مفجري الثورة ثاني، وشارك في مفاوضات إيفيان وكان من الموقعين عليها. كريم بالقاسم تقدر تقول مفجري الثورة، قائد المنطقة الثالثة منطقة القبائل، وتقول باللي هو اللي أحد أطراف الموقعين في مفاوضات إيفيان الشهيرة اللي درناها مع فرنسا. فرحات عباس زعيم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، التحق بالثورة عام 1956، ترأس أول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية. هذه مهمة، الحكومة المؤقتة اللي داروها في 19 سبتمبر 1958. عندنا جاك سوستال واليا على عام على الجزائر، وصاحب مشروع سوستال الإصلاحي في الجزائر. شارل ديغول سياسي وجنرال ورجل دولة فرنسي، مؤسس الجمهورية الفرنسية 5 1958 أثناء الثورة. هادو هما المصطلحات، وقلت ونكرر، تقدر رابح بيطاط، محمد بوضياف، زيغود العربي، مصطفى بن بولعيد، كريم بالقاسم، هادو هما الستة. قول برك أحد مفجري الثورة، هاي مديت معلومة الأولى. المعلومة الثانية، قائد المنطقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وتسمي المنطقة هذيك. ولا كان كش ما دار كش ما حدث كبير دارو كيما زيغود يوسف، هجومات الشمال القسنطيني، زيد هذا ما كان. المعلومات رفدهم من كل راسك وحطهم، ما تروحش تعرف هذاك التعريف اللي يجيك صعيب وراح تنساه يوم الامتحان. اذا كانت هذه هي منهجية الاجابة على تعريف الشخصيات التاريخية، اللي ان شاء الله اذا مدوها لكم راح تكون على شكل دراسة وثيقة تاريخية، التعريف بصاحب الوثيقة. ونذكر اللي ما عندوش، بالنسبة للمشتركين جدد اللي ما عندهمش قائمة الشخصيات، راني حطيتها في الصفحة تاعي على الفيسبوك، الرابط اللي يلقاه في صندوق الوصف،
ولا اكتب الأستاذة مزين في الصفحة، ولا روح الانستغرام واكتب بخوف مزين تلقى ثاني قائمة الشخصيات، اديهم الفما وابدا احفظ وتوكل على ربي. اذا وصلنا لنهاية الفيديو، ربي يوفق الجميع وان شاء الله كي اليوم نسمعوا الفرحة تاع النجاح في كل البيوت الجزائرية.